لكل العالمين رحمة منه وفضلا نزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. الله علينا بين كل العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تصحيح التلاوة. في هذه الحلقة نعرض لكم بمشيئة الله تعالى الصفحة 85 بعد 100 من المصحف الشريف، وهي من الآية 62 من سورة الأنفال. بداية نتعرف على الخلاف الذي بين الراويين في هذه الصفحة. عندنا الخلاف بين حفص وورش هنا في هذه الصفحة في الأصول حقيقة وفي الفرش، في الأصول وفي الفرش. أما في الأصول فالأصول تعرفونها طبعا جميعا بالنسبة لموضوع ما يتعلق بنقل الهمزات وتفخيم ترقيق الراءات و المدود المتصلة والمنفصلة، عند حفص 4 حركات وعند ورش 6 حركات قولا واحدا. البدل فيه 3 البدل عند ورش، ونحن نأخذ بتوسط البدل. في عندنا من الكلمات الأصولية الفرشية، يعني أستطيع أقول هي من الأصول لكنها يعني تعتبر من الفرش بمعنى انتشارها في المصحف الشريف أو المصحف. هذه الكلمة هي النبي، مشتقة من فعل من النبوة، من النبي والنبوة عند ورش دون سائر القراء يهمزها. يقول النبي، الأنبياء، النبوءة، كل ما مشتقة من النبوة فإنه يهمز، يأتي بها بهمزة مع المد المشفع لأنه صار مدا متصلا، صار عند حفص مد، عند ورش مد متصل ومد بمقدار 6 حركات. يا أيها النبي وحسبك الله، هذه وكل ما شاكلها. النقل مثل لو أنفقت ما في الأرض جميعا، هنا في نقلين. المؤمنين إبدال الهمزة واو لأن قبلها مضموم. عندنا كلمة ألان خفف الله عنكم، هنا نقل حركة الهمزة مع بقاء 3 البدل في الهمزة، لأن الهمزة فيها البدل سواء كانت الهمزة مغيرة أو محققة فهما سواء. في كلمة ضعفا علم الله، علم أن فيكم ضعفا عند حفص، وضعفا بضم الضاد عند ورش. هنا في عندنا كلمة يكن، كلمة يكن وردت منا عندنا أربع مرات. ما كان بعدها الفاعل فاعل يكن 100 فإن ورشا يؤنثها، يكن يعني إذا يقول إن تكن منكم 100 وإن تكن منكم 100 يغلب 1000 في الآية الأولى. والثاني لما قال الله تعالى الآن خفف الله، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلب 200. إذا تكن لما تكون مع 100 لأن 100 مؤنثة، ومؤنثة كما يقول العلماء هنا مؤنث غير حقيقي يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه. أيضا هنا من الأشياء التي هنا صابرة، أيضا لاحظوا أن الراء هنا مفتوحة بعد كسر ترقق عند ورش قولا واحدا. الآخرة كذلك مرققة. فيما أخذتم عذاب عظيم، أخذتم أخذتم في اتخذتم أخذتم في الإفراد 10 دغفلة. 10 دغفلة هو حفص وابن كثير يظهرونها، بينما باقي القراء من جملتهم نافع، جملتهم نافع وورش عن نافع أيضا هو راوي عن نافع، إنه يدغم الذال في التاء فيقول فيما أخذتم، أخذتم الذال مع التاء تصبح تاء مشددة. طبعا هذه معظم الأصول الموجودة. عندنا صلة ميم الجمع منكم 1000، الميم توصل بواو فتصبح واوا مدية بعدها همزة في كلمة أخرى تعامل معاملة المد المنفصل تمد بمقدار 6 حركات. أسرى
هنا الألف ذات راء، يعني قبلها راء، سواء كان قبلها راء أو بعدها راء متطرفة مكسورة تسمى ألف ذات راء. ذات الراء عند ورش ترقق قولا واحدا، وذات الياء فيها الوجهان، ونحن نأخذ بالتقليل لأن نقرأ بتوسط البدل، مثل الدنيا. الدنيا هنا تقليل لأنها ذات ياء يجوز فيها الفتح والتقليل، وعلى توسط البدل لا يجوز فيها إلا التقليل كما يقول علماء التحريرات. هذه معظم الكلمات التي فيها الخلاف في هذه الصفحة. الآن سنقرأ إن شاء الله تعالى هذه الصفحة برواية ورش، برواية حفص أولا، رواية يعني كما يقول علماء أكثر المتابعين لنا يقرؤون بها، ثم نعقبها برواية ورش عن نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. هذه رواية حفص لهذه الصفحة. نقرأ الآن برواية ورش عن نافع وننتبه للخلافات التي بين الروايتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ألا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا. هذه الرواية الثانية رواية ورش عن نافع المدني بتوسط البدل وتقليل ذات الياء. ولاحظ هنا ضعفا وضعفا لغتان عند العرب يقولون ضعفا وضعفا، كما أن النبي كلاهما بعض العلماء اعتبرها لغتان الهمز وعدم، وبعضهم يقول النبي من النبوة وهي الارتفاع فسمي نبيا لارتفاع منزلته، ومن العلماء توجيه من يقول أنها همزة مخففة أبدلت ياء وأدغمت الياء بالياء، سواء كان الأول أو الثاني كلاهما توجيه صحيح عند أهل العلم. أخذتم الذال مع التاء يضيمها بعض العلماء كما قلت ويظهرها بعضهم، مذهب حفص الإظهار أخذتم هو وابن كثير، أما ورش ونافع بتمامه مع المدغمين فيضغمونها أخذتم بإضغام الذال في التاء تصبح تاء مشددة. وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم باتصالاتكم، ولا نريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك، نعلم أن بعض الإخوة والأخوات ينتظروا على الهاتف. ومعنا الاتصال الأول من الأخت صديقة. السلام عليكم يا صديقة. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت ما مش مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا
يدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي انتبه للغنة. نعم نعم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. جزاك الله خير يا صديقة، شكر الله لك قراءتك طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. ولا شك أن القراءة المتقنة لم تأتي بنت ساعتها، فال يعني المتابعة المستمرة والتعليم المستمر كما يقولون، وإنما العلم بالتعلم، مرة بعد مرة تنصقل القراءة وتصبح القراءة متقنة منضبطة. شكر الله لك يا صديقة. معنا هند من موريتانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل اقرأي، تقرأ لي ورش. قالون عن نافع، تفضل اقرأي الآن خفف الله عنكم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسجن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا يا أخت هند، قالت برواية قالون. طبعا قالون وورش يتفقان في مسألة همز النبي النبي، ويتفقان أيضا في أخذتم، ولكن ورش يخالف في مسألة وفي ضعفا أيضا يتفقان، إنما ترقيق الراءات ونقل الهمزات هذه خاصة بورش عن نافع. معنا اتصال، عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله. والله الحمد لله بخير. حياكم الله ومرحبا، تفضل يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسفل
الأبحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وبالسماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. جزاك الله خير أخي عبد الله، شكر الله لك، قرأت لنا من سورة الذاريات، لكن انتبه للغنن وبعدين الوقف والوصل لاحظ فيه المعنى، فورب السماء والأرض إنه لحق، هذا المقسم عليه لا يفصل، لا يفصل بين القسم والمقسم عليه إلا إذا كان رأس آية طبعا في بعض الآيات. جزاك الله خير يا أخي عبد الله. معنا ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لاحظ ياسر القلقلة، لو أنفقت، أنفق، لاحظ القاف مقلقلة مع التفخيم. نعم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. جزاك الله خير يا أخي ياسر، ما شاء الله قراءة طيبة، سأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. معنا أم وليد من الأردن، السلام عليكم يا أم الوليد. وعليكم السلام، ممكن أشارك؟ تفضلي يا بنتي تفضلي. الآن خفف الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لو وصلتيها مع بعض يا وليد، وصل الجملتين مع بعض أولى، ما دام عندك نفس تستطيعين توصيلها أولى، نصل الجملتين المستثنى والمستثنى منه. نعم، ما كان ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما
لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. انقطع الاتصال مع أم الوليد. شكر الله لك يا أم الوليد وجزاك الله خيرا، قراءة طيبة. لاحظي بس فقط الهمزة اللي قبل الراء، الهمزة اللي قبل الراء فخمت عندك لأنك فخمت الراء. أنا أريدك أن ترقق الهمزة وتفخم الراء، تقولين حتى يثخن في الأرض، في الأرض. فنحن هنا رققنا الهمزة وفخمنا الراء حتى لا نعطي حكم الحرف المجاور. معنا الطيب من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا بالشيخ الطيب، مرحبا، تفضل يا طيب. حياك الله، الله يسعدك، الله يحفظك، بارك فيكم، رحمكم الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. جزاك الله خير يا أخي الطيب، ما شاء الله تبارك الله. ولاحظ الراء في 20 أيضا مرققة، كأني ما أدري، يعني أتأكد من أن رققتها ولا، هي 20 صابرون كلاهما مرققة. شكر الله لك يا طيب وبارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم، معنا غفران. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، اخفضي صوت التلفاز عندك يا بنتي بارك الله فيك واقرأي. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما وقب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. مد الألف، مد الألف يا غفران. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. نعم نعم. وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون فيها إلى لا ما في فيها، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون
يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا. نعم دحورا ولهم عذاب واصب. أحسنت يا غفران، حسبك يا بنتي، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا. قرأت من سورة الصافات، بس ما أدري، أنا ما سمعت الواو والصافات صفة في البداية، كأنك لم تنطقيها أو نطقتيها بدون تحقيق. على كل حال شكر الله لك. معنا أم عائشة من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أم عائشة، تفضلي اقرأي. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا يا أم عائشة، وشكر الله لك قراءة ما شاء الله رواية ورش عن نافع بإطراق، يعني قراءة متقنة، إن شاء الله أن يثيبك ويأجرك عليها. معنا أم أيوب من الدوحة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا قائد. أقرأ من أول الصفحة. نعم بداية الصفحة وأي يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. جزاك
جزاك الله خيرا يا أختي الفاضلة، ما شاء الله قراءة طيبة، وأسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها، ويعني الأحكام حقيقة مخارج وصفات جيدة ما شاء الله متقنة. معنا اتصال. غادة من السعودية، السلام عليكم. أيوة يا غادة، السلام عليكم. أبدأ؟ أتفضلي. الآن استعيذي بالله، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن خفف. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عنكم و اقرأي يا بنتي، اقرأي، استمري، احفظي صوت التلفاز واقرأي، اسمعيني من الهاتف، بارك الله فيك. الآن خفف الله عنكم و الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم وعلم 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 نعم وعلم وعلم أن فيكم ضعفا 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 فإن يكن منكم ما مئة هذه الألف لا تلفظ يا غادة، هذه الألف لا تلفظ، أيوة هذه الألف لا تلفظ يا بنتي، تكتب ولا تلفظ. مئة صابرة، مئة صابرة يغلبون يغلبوا مئتين يغلبوا مئتين وإيفكم منكم ألفا يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له نعم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض حتى يسخن في الأرض حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أيوة. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا غادة، أنا أشكرك مع أنك يعني أخطأت لكن أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجرأة التي عندك تقرأين من السور الطوال، ومن عندها الجرأة والإقدام على القراءة من السور الطوال بإذن الله تعالى سرعان ما تتقن، وأنا أهنئك على هذه القراءة، وأسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك، مع أنك ما زلت ما شاء الله يعني في مقتبل العمر، لأنك تقرئين ويعني تهجئين كما يقولون الكلمة وتحاولين القراءة الصحيحة، لكن على كل حال من أخطأ في البداية بإذن الله تعالى سوف يقرأ يوما دون أن يخطئ. شكر الله، هكذا كلنا بدأنا نقرأ ونتتعتع ثم أصبحنا إن شاء الله تعالى يعني تخلينا عن هذه التعتع قدر الإمكان. نعم معنا اتصال. عبد المحسن، السلام عليكم يا عبد المحسن. أي سلام، كيفك يا عبد المحسن؟ وزين الله حيك. الله حيك يا عبد المحسن. يا عبد المحسن ماذا ستقرأ لنا اليوم؟ الوداعات. اتفضل يلا اقرأ. رحيم الرحمن عظيم صلناهات الله سمت سور سورات فرعان داهات ولم يكن له كفوا أحد. شكر الله لك يا عبد المحسن، قرأ سورة الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أنها ثلث القرآن. معنا اتصال آخر من جمانة.
أيوة نعم، السلام عليك يا جمانة. ألو. أي نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا بنتي اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فتح الله عليك يا جمانة، ما شاء الله تبارك الله. تحفظين هذه السورة؟ ها؟ تحفظينها؟ هل تحفظين سورة النبأ؟ نعم. ما شاء الله، أسأل الله أن يكرمك بحفظ كتابي. شكر الله لك يا جمانة وشكرا على هذه التلاوة. معنا اتصال. نعم. معنا أروى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أروى اقرأي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. أروى أنت قلت ضعفا ولا ضعفا؟ ضاد مفتوحة. وعلم أن فيكم ضعفا صح؟ ضعف ضعفا بالضاد المفتوحة. نعم كملي. ما كان لنبي أن يقول له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لاحظي إظهار الميم مع الفاء. لمسكم فيما دون غنة. نعم إظهار لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أحسنت يا أروى، ما شاء الله قراءة ممتازة، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. الأحكام عندك واضحة ما شاء الله تبارك الله. نعم معنا اتصال. معنا علي، السلام عليكم يا علي. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا ابني، حياك الله، تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم
منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا يا أخي علي، ما شاء الله قراءة طيبة. ولاحظوا يا أخواني سبحان الله، تريدون عرض الدنيا، الدنيا مهما أخذت منها فهي عرض زائل، والله يريد الآخرة. فكن عندك من الإرادة ما يريده مولاك سبحانه، يريد الآخرة، اللهم اجعل الآخرة همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمرنا. درس عظيم جدا ينبغي أن نتأمله. معنا فاطمة من الجزائر، السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنتي، تقرأين لورش؟ نعم. من أي وإن يريدوا أن يخدعوك، آية 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريد أن يخدعوك فإنه الله الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت. ما في واو، ما في واو، ما في واو يا فاطمة. لو أنفقت، ما في واو، ما في واو، ما في واو يا بنتي يا فاطمة، الله يرضى عنك وعن والديك يا بنتي. ما في واو، لو، لو مو ولو. لو انفقت ما في الأرض جميعا. نعم. وألف بين قلوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وإن يكن منكم عشرون صالحون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أحسنت يا فاطمة، شكر الله لك يا بنتي، جزاك الله خيرا، قراءتك طيبة. إن في تقطيع الصوت شوية لكن ما شاء الله قراءتك في معظمها واضحة، شكر الله لك وجزاك خيرا. معنا من الاتصال من البحرين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضلي. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم
تريدون عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا تريدون عرض نعم نعم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله العزيز الحكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله خيرا وشكر الله لك اتصال على اتصالك وقراءتك قراءة طيبة ما شاء الله. صلى الله يثيبك ويجرك عليهم. عن اتصال أم يقين من فرنسا. السلام عليكم. سأقرا إن شاء الله سورة الأنفال. نعم. الآية 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله واتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. جزاك الله خيرا يا أم يقين. شكر الله شكر الله لك. الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابئة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. جزاك الله خيرا يا أم يقين. شكر الله لك. انتبهي للراء المرققة المكسورة المكسورة الراء المكسورة دائما مرققة يعني حتى ما نتقع من دائرة التفخيم. شكر الله لك وجزاك الله خيرا ما شاء الله. قراءة طيبة وهذا يدل على شيء ما يدل على أن إخواننا وأهلنا في المهجر وفي بلاد الغربة يحافظون على هويتهم الإسلامية ولسانهم العربي الإسلامي وقراءتهم لكتاب الله. لا شك أن القرآن الكريم يحفظهم. احفظ الله يحفظك. هل معنا اتصال أم نختم؟ طيب الحقيقة كان هذا الاتصال هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة. هذا ما جاد به هذا الوقت علينا من اتصالاتكم وهي كثيرة حقيقة. نعتذر عمن لم نتمكن من أخذ اتصالاتهم في هذه الحلقة أملا أن نأخذهم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ونسمع اتصالاتهم وتلاواتهم. على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله وأشكر لكم حسن المتابعة والإخوان الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة. كل الشكر والتقدير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا نزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا نزل النور المبين.
رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة.